نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. النهاردة هينطلق في مدينة الغردقة المؤتمر الدولي الأول لتطبيقات الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، واللي هيشهد مناقشة عدد من الأوراق البحثية التطبيقية عن آخر تكنولوجيا الاستشعار عن بعد في مجالات الجيولوجيا والمياه والزراعة وطبعا لحد الأقمار الصناعية. نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المؤتمر من الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد ورئيس هذا المؤتمر. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على مصر كلها. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل هذا المؤتمر، المؤتمر الاول وعدد المشاركين فيه واهم المحاور كمان اللي هيتم مناقشتها. المؤتمر ده سعادتك اسمه المؤتمر الاول لعلوم الفضاء والاستشعار من بعد وتطبيقاتها، وده بيعقد في مدينه الغردقه عروس البحر الاحمر. المؤتمر ده مشارك فيه 200 واحد، عدد المشاركين 200 واحد. عدد الابحاث النظريه اللي سيتم عرضها 71 بحث القاء شفوي، وفي 9 بوسترات. عندنا 10 جلسات علميه في مجالات مختلفه زي الزراعه، الجيولوجيا، الدراسات البيئيه وتطبيقاتها وتاثيرها، البليوشنز وما شابه ذلك، التطبيقات الهندسيه، علوم الفضاء، تكنولوجيا الفضاء، مجالات كثيره جدا طبعا، برضه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. كل دي مجالات، وطبعا الطاقه اهم شيء، كل دي مجالات مضمنه في العدد من الجلسات العشرة اللي المؤتمر ان شاء الله هيعرضها خلال 3 ايام. المؤتمر دوت ليه مجموعه من الرعاه، 6 جهات محليه ودوليه زي شركه ايتي برو المساحه العسكريه، شركه هيكسكون الاكاديميه العربيه البحريه للنقل البحري، شركه هيب، شركه اير سبيس، معهد علوم البحار والمصايد، ومشاركين قلبيين معانا معهد بحوث الالكترونيات. عدد الرعاه المشاركين دوليا 20 جهه دوليه ومحليه زي جمعيه الاستضافه بروسيا، جامعه عين شمس، الجمعيه الجغرافيه السعوديه، المركز الجهوي للاستشعار من بعد في تونس اللي هو ومصر على فكره من الدول المؤسسه فيه، معهد بحوث الالكترونيات، وفي دول كثيره جدا بقى مشاركه في هذا المؤتمر زي روسيا، الامارات، امريكا، لبنان، تركيا، ايطاليا، الجزائر، نيجيريا، السعوديه، اليابان، الصين. طيب يا فندم، خليني برضو نعرف من حضرتك بعض التفاصيل عن ورشة تجميع القمر الصناعي، أهم محاورها، أهدافها، لو تكلمنا عنها باستفاضة يا فندم. ورشة تجميع القمر الصناعي دي ورشة مهمة جدا، بيحضرها مجموعة من الشباب العرب المشاركين، ودي ورشة بنعمل فيها تدريس كيفية عمل صناعي من نوع الكانسات. كان يعني قمر على شكل الكنز، يبقى عباره عن قطره 5 سنتيمتر وارتفاعه حوالي 12 سنتيمتر. القمر دوت بالحجم الصغير ده بيكون فيه جميع الانظمه الفضائيه اللي بتبقى موجوده في القمر، او السبيس سيجمنت اللي هي بتطير في الفضاء. المشاركين في الورشه او المتدربين بيحصلوا على التدريب الكافي، فكره عامه عن الهاردوير كيفيه تجميعه، ثم البرمجه، وبعد كده بيتعمل سيستم بروجرامنج او بيبرمجوا المكونات الالكترونيه ويتاكد من فعاليه الانظمه المختلفه مع بعضيها. وبعد كده بيطلق القمر باستخدام بالونز بارتفاع حوالي مثلا 150 200 متر، ويبدا يعمل كوميونيكيشن ما بين القمر اللي طوره المتدرب بنفسه مع المحطه الارضيه والسوفت وير اللي هو ايضا شارك فيه تطويره وكتابته يعني. فالورشه دي ورشه مهمه جدا، ودي بتعمل يعني ورشه تثقيفيه لطلاب الجامعات او يعني الستيم سكولز، الاولاد اللي هم عندهم اي كيو من الذكاء عاليه نسبيا وعندهم قدره على التعامل مع التكنولوجيا الحديثه. والحمد لله الورشه اللي احنا كنا عملناها مره قبل كده ونجحت نجاح كبير جدا. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم وكل التوفيق طبعا في هذا المؤتمر اللي بيعد المؤتمر الدولي الاول لتطبيقات الاستشعار عن بعد واللي هيكون في مدينه الغردقه. شكرا جزيلا دكتور محمد بيومي زهران، رئيس هيئه الاستشعار عن بعد، الف شكر ليك.